الشيخ، هل الاستئذان من الوالدين الأحياء واجب في أداء العمرة أو الحج عنهما؟ المقصود عمرة وحج. النيابة في العمرة والحج إنما تكون عن العاجز عن أدائهما عجزا مستمرا، كالمريض المزمن الذي لا يرجى له شفاء، والكبير الهرم الذي لا يستطيع السفر، يناب عنه أو يوكل من يحج عنه حجة الإسلام وعمرة الإسلام، هذا الذي يكون في حق الحي. وأما الميت فإنه يحج عنه ويعتمر إن كان فريضة عن فريضة، وإن كان نافلة فهو نافلة عنه، لأنه لا يستطيع أن يعتمر وأن يحج، فيحج عنه ويعتمر زيادة في أجره. نعم.